إيران لأطفال اليمن. لأطفال اليمن يقومون بزرع العبوات الإجرامية. ارفعها كذا بدمية الأطفال لكي اقلبها كذا للتوثيق. هذا هو الألعاب، هذا هو الألعاب إلى الطفل اليمني، وهذا من الألغام بسط هذه العبوة، وهذه أجهزة التفجير، وهذا أجهزة التفجير، وهذا الأشياء للألغام، وهذا الأصبع. أين هو حقوق الإنسان؟ صور الأصبع. ماذا تشتي إيران من الطفل اليمني؟ ما حقوق الطفل اليمني هذا في العالم؟ وهذا فتيل سريع الاشتعال. مربوط عبر صاعق تفجير